واسطة. نوافذ لغة عربية مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني. النهاردة يا أولاد رجعت لكم بدرس جديد وظاهرة جديدة من ظواهر اللغة العربية، وهي المفرد والجمع. يعني إيه مفرد ويعني إيه جمع؟ المفرد اللي هو يا أولاد بيدل على حاجة واحدة بس، شيء واحد بس اسمه مفرد. طيب الجمع ايه هو؟ لما يكون اكتر من حاجتين. لما يكون اكتر ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، من حاجتين. الصورة اللي ظهرت قدامي دي صورة ثوب. ثوب، ثوب ده حاجة واحدة بس، يعني مفرد ثوب. طب جمع كلمة ثوب، مين شاطر يقول لي؟ برافو عليكم يا ولاد، ثياب. ثياب، المطالب مني يا ولاد ان هو هيجيب لي الكلمة مفرد وانا هكتب له جمعها هيكون ايه. يبقى جمع ثوب ثياب. طيب سورة ايه؟ درس. درس، درس ده مفرد ولا جمع يا ولاد؟ برافو عليكم، مفرد. طب جمعها دروس. دروس، يبقى سورة درس جمعها دروس. برافو عليكم يا ولاد. طب سورة ايه ده؟ برافو عليكم، جمل. جمل ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، برافو عليكم. طب جمع جمل، برافو عليكم يا ولاد، جمال. جمال، يبقى جمل جمعها ايه؟ برافو عليكم، جمال. تعالوا نشوف تدريب صغير على المفرد والجمع. هات جمع الكلمات الآتية، هيجيب لي كلمة وأنا هكتب له الجمع بتاعها. جمع ثوب، هي كلنا نفكر ثوب ده شيء واحد، جمعها برافو عليكم يا ولاد ثياب. ثياب، كلمة إيدي يلا نشتهجها، كو، كوب. جمع كلمة كوب، كوب دي مفرد ولا جمع؟ برافو مفرد، جمعها برافو أكواب. أكواب، يلا نشتهج، ورقة. ورقة، جمع ورقة، برافو عليكم، ورق. جمع ورقة، ورق. كلمة إيدي يا ولاد، بقرة. جمع بقرة إيه؟ برافو عليكم يا ولاد، بقر. جمع بقرة، بقر. وبكده أكون خلصت معاكم المفرد والجمع، وأشوفكم في ظاهرة جديدة من ظواهر اللغة العربية. وإلى اللقاء، باي باي.